السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو جديد تحليل مباراة أتلتيكو مدريد وويسكا. ودخل الأرجنتيني دياغو سيميني بالتشكيلة التالية 4-4-2. حراسة المرمى السلوفاكي أوبلاك، خط الدفاع تريبيير سافيتش خيمينيز لودي، خط الوسط هيريرا كوكي كاراسكو نوغولو، والهجوم بقيادة اليورنتي وكوريا. الهجمة الأولى كانت لصالح ويسكا في الدقيقة الثانية لولا تصدي أوبلاك لكان الهدف الأول. فحاول أتلتيكو الرد على هجمة ويسكا بضربة رأسية من سافيتش وتصدي خرافي من حارس ويسكا. هجمة خطيرة من طرف أتلتيكو في محاولتين، ولكن حارس بالمرصاد لهجمة أتلتيكو من كاراسكو وصول. ربع ساعة الأولى كانت الضغط خانق من أتلتيكو مدريد على مرمى ويسكا، استمرار الضغط العالي والفرص تلو الأخرى بدون جدوى. انطلاقة خطيرة من الظهير الأيسر وراء دفاع ويسكا وعرضية، ولكن دفاع ويسكا يتصدى. أخيرا يأتي الهدف الأول عن طريق كوريا بمجهود فردي من المراوغات وتسديدة لتسكن الكرة في الشباك. فرصة خطيرة مع بداية الشوط الثاني من جانب كوريا، وجها لوجه مع الحارس، لكن الحارس تصدي مميز. قلة الخطورة لأتلتيكو مدريد في الشوط الثاني، هجمة جماعية من لاعب أتلتيكو مدريد وعرضية من اليورينتي والتسديدة من صول والحارس يتصدى. ويسكا يتجرأ ويهاجم وكان قريب من تسجيل لولا دفاع الأتلتيكو. ويأتي الهدف الثاني في الدقيقة 80 بعد خطأ دفاعي قاتل وتمريرة حاسمة من اليورينتي وكاراسكو في الشباك.